المجموعه النيابيه للتقدم والشراكيه. تفضلي السيده النائبه. السيد الوزير، تتجه انظار المواطنات والمواطنين حاليا الى منظومتنا الصحيه وقدرتها على تدبير هذه الانفلونزا الموسمي التي تسببت دون ان تكون بحجم وباء في وفاة بعض الأشخاص، منهم امرأة حامل وطفلها، الشيء الذي يحزننا ويحرك المجتمع ككل. ومع ذلك فهي فرصة لإظهار قدرتكم سيد الوزير على تعامل وتدبير ناجع لهذا الوضع، من حيث أولا التواصل المستمر حول هذا المرض وحدوثه الحقيقي وتأثيره الفعلي، وثانيا إعطاء معلومات تحسيسية للوقاية منه ومدى توفر اللقاحات والأدوية الضرورية، كما تشكل فرصة لتسليط الأضواء على قدرات المستشفى العمومي وتفاني الأطباء والممرضين وتابئتهم معكم لخدمة المواطنين. سؤالنا بالتالي يتعلق بطبيعة الإجراءات من أجل تقوية التعاون بين أجهزة القيادة الصحية والمواطنين لتجنب الهلع الجماعي من إنفلونزا H1N1، وشكرا. جواب السيد الوزير، يمكنكم استعمال منصة. تفضلوا سيد الوزير. شكرا سيد رئيس. السيدات والسادة النواب، أشكركم على تناول هذا الموضوع الذي من خلالكم ومن خلال هذا المنبر الموقر سنؤكد مرة أخرى وسنطمئن جميعا مرة أخرى، وأشكر السادة النواب وبعضهم مختص في هذا المجال وفي مجال الطب على تدخلاتهم في هذا الموضوع. أريد أولا أن أقول أن مرض الأنفلونزا الموسمية، دائما تنقولها المنزلة ونقولها الرواح ونقولها غريب مزيان باش نعاودو نذكرو بهذا الشيء، هي عدوى فيروسية، يعني عادة ما تكون خفيفة، تهاجم بشكل رئيسي الجهاز التنفسي العلوي، وفيها مجموعة الأنواع ألف باء جيم أ بي سي كاين تا دي، اللي هو كثير تيجي في هذه السنوات الأخيرة هو أ وبي. وفيما يتعلق بأ فيه جوج ديال أصناف فرعية أساسية، راه قالهم سيد النائب H1N1 ولا H1N1 و H3N2. العلامات السريرية، هناك فترة ديال الحضانة ديال يومين، علامات سريرية كلشي كيعرفها، كتطلع سخانة للإنسان ديال الجسم بشكل مفاجئ، السعال بعض المرات تيكون جاف، الصداع والألم في العضلات في المفاصل، التهاب الحلق، سيلة الأنف، كلشي كيعرف هادشي سنويا وكيوقع له. يشفى معظم المرضى من هاد الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع، وفي بعض الحالات الأنفلونزا يمكن تعطي حالات مرضية خطيرة ومضاعفات أو تؤدي لا قدر الله إلى وفاة بالنسبة للفئات الشديدة الاختطار، كون أبيل لي بيرسون أ ريسك، فئات شديدة الاختطار. وهذه الفئات هذه منهم نساء الحوامل، الأطفال بين 5 سنوات من 6 أشهر و5 سنوات، المسنين 65 سنة فما فوق، الأفراد الناس اللي عندهم أمراض مزمنة مثل الربو، الأمراض القلبية، أمراض ديال الرئة، وبشكل أقل اللي عنده السكري أو الضغط الدموي أو القصور الكلوي كذلك. طرق انتقال العدوى كتنتشر بسهولة في الأماكن المزدحمة كالمدارس، أماكن العمل، لما كيسعل الإنسان أو كيعطس كيخلي واحد الجزيئات في الهواء اللي في الاستنشاق ديالها، أو لما حط يدي على شي سلم على الإنسان أو حط يدي على شي مكان اللي يعني إنسان مريض كذلك مسو، كيقدر تنتقل العدوى الى عمل يديه في الفم ديالو او حك الى اخره. ولذلك تنصيو بانه تغطيه ديال الافواه والانف بالمنديل عند السعال وغسل الايدين بانتظام. هذه مساله اللي تيعرفوها المغاربه كثير، كنرددوها دائما وكنرددوها في اول موسم ديال الخريف من كيبدا بشكل عام المرض ديال الانفلونزا. سبل ديال الوقايه هو التطعيم، يعني التلقيح. هذه هناك منظمة الصحة العالمية التي توصي بذلك، وتوصي خاصة وبالأساس الفئات شديدة الاختطار اللي تكلمت عليهم في ما قبل. اللقاح هو متوفر حاليا، يوفر الحماية ضد الفيروسات، هو كيغطي، لأن كل عام المعطيات اللي كتطلع من 104 ديال الدول منها بلادنا حول النوعية ديال الفيروس كتخلي منظمة الصحة العالمية تقول هذا العام راه عندنا 3 الأصناف، وبالتالي اللقاح كيغطي
هذيك الاصناف، واللقاح اللي عندنا اليوم يغطي الاصناف اللي كاينه بما فيها H1N1. العلاج هو يعني التعامل مع الاعراض، اما العلاج ديال الفيروس هو جهاز المناعه، الاعراض هي اللي كنعالجوها بحال الحمى السعال الالم. هناك مضادات الفيروسات في بعض الحالات، يعني خاصه الاشخاص الاكثر عرضه، وهذه الادويه المضاده للفيروسات راه هي الفعاليه ديالها في 48 ساعه الاولى، الا فتنا 48 ساعه كتقل محدوديه. وبشكل عام هذه الادويه هذه مفعولها كيبقى محدود، لانه لا تقضي على الفيروس بل تقلص التوالد ديالو. كذلك هناك تطوير ديال نسبه المقاومه، استعمال هذا الدواء بدون عقلنه كيعطي مقاومه، ومن مرض حميد بنا غنصبحوا في المستقبل عندنا مرض عنده مقاومه، وربما عاد نوليو في الخطر. وهذا الشيء راه كيعرفوه الناس اللي كيتبعوا داء السول مثلا، داء السول اللي كيداوى لما ما كنبقاو عليه بالدوايات وما كنديروش اللازم كيولي مقاوم وكيولي صعب. بالتالي حنا كنتابعوا كذلك مساله المقاومه، ولذلك قلنا بان استعماله في المستشفيات باستشاره طبيه وعين في حالات معينه. على الصعيد الدولي، على الصعيد الدولي الانفلونزا هذه السنه الأ كتعطي 98%، والانفلونزا H1N1 على الصعيد الدولي خاصه في القطب الشمالي ديال القار ديال 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 الكره الارضيه واللي المغرب كينتمي ليه فيه 80%، وهي النسبه ديال بلادنا وانا غنجي لها. هاد الانفلونزا كتعطي 5 مليون في العالم ديال المضاعفات، يعني 5 مليون الناس كيقدروا يتصابوا بمضاعفات وامراض خطيره، وكاين بين 290 الف حتى 650 الف ديال الوفيات اللي ممكن توقع عن طريق هاد المضاعفات. وهذا الشيء معروف يعني دائما في كل الدول وحتى في بلادنا، وكنقوموا دائما بالتحسيس من اجل ذلك، وانا غنجي لهذه المساله هذه. على الصعيد الوطني المراقبه للانفلونزا بدات من 2004 من خلال منظومه ودعتها وزاره الصحه، المراقبه الوبائيه ديال متلازمه اعراض الانفلونزا، يعني ناس كيجيو عندهم ما يشبه الانفلونزا او كيكون عندهم كذلك ما يسمى بعدوى الجهاز التنفسي الحاد. هذه المراقبه كنديروها في 375 ديال المراكز، كنختاروا 375 مركز وكنتبعوا باش كنشوفوا المنحه ديال هذه الانفلونزا. هذا الشيء كيعطينا بانه المنحه عادي ولا يختلف عن السنوات الماضيه بتاخر اسبوعين هذه السنه، يعني ذاك لما كندوزوا لذاك العتبه ديال 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 الوبائيه باش كيولي وباء، كيتحول المرض الى وباء يعني انتشار سريع، كندوزوا لها في اخر دجنبر. هذه المره تعطلات بواحد الاسبوعين حتى الاسبوع الثاني ديال يناير. الرصد كذلك كنديروه فيروسي باش كنعرفوا النوع، كنديروه في 8 المراكز في 8 المستشفيات وشبكه ديال العيادات الطبيه اللي بيننا بانه عندنا 80% بحال العالم بحال باقي والوضعيه في العالم ديال H1N1 هذه السنه. هذا العمل كيدار في مختبر وطني مرجعي للانفلونزا اللي هو متعاون مع منظمه الصحه العالميه، وهذه التحاليل بطبيعه الحال بينت لنا بانه جميع الفئات العمريه هي مصابه، وانه التحليلات درناها على 656 عينه حتى الفاتح فبراير 2019، وهذه 600 اكدت لنا بانه 80% فيها H1N1، ماشي 80% لو سمحتوا، 20% هاد 600 هما اللي عندهم الفيروس، يعني واخا يكون الانسان عنده اعراض او عنده يعني عدوى، يلا 20% اللي كتلقى عندهم فعلا حامل الفيروس، وفي هاد 20% هناك 80% H1N1. وكما فسرتها يوم الامس اللي خدينا 100 الناس 20 عندهم الاعراض، 20 كنلقاو عندهم الفيروس و16 كنلقاو عندهم H1N1. للاسف كل سنه تتكون وفيات ناتجه على هاد العدوى ديال التهاب التنفس. واش فيها الجريب ولا ما فيهاش؟ هذا ماشي مع العمل يعني ما كيداش مباشره، لان الانفلونزا هي مساله عاديه. للاسف وقعت 11 الحاله، وبالمناسبه يعني تنترحموا على الارواح وكنقدموا العزاء للاسر. كانت حالات في الدار البيضاء وفي طنجه وفي فاس رباط ازيال وطنطان، وكانت كلها للاسف عند فئات شديده الاختطار سواء عمريا او مصابه بامراض مزمنه او مرتبطه بالحمل. تعزيز المراقبه الوبائيه، وزاره الصحه بطبيعه الحال الان عممت نظام ديال المراقبه الوبائيه والفيروسيه بالنسبه للعدوى ديال الالتهاب الرئوي، اي حاله استشفائيه واللي فيها
يعني خطورة أقسام الإنعاش وهي محدودة بالعشرات، كنقوموا بالفحص باش نشوفوا ارتباط بH1N1. إجراءات الوقائية يعني كذلك الحملة الإعلامية بدأت بداية السنة ومستمرين فيها الآن، أنتم كتشوفوها هناك تنظيم حملات سنوية ذات تطعيم في مهنية الصحة 60,000 جرعة. هناك كذلك الجرعة اللي كتدخل السوق الوطني كانت هذا العام ب 10% أكثر وزدنا عززناها، وثم كاين حملات مع المجتمع المدني ديال الفئات المستهدفة. أريد أن أؤكد أن الإجراءات العلاجية كذلك هي من خلال تعزيز برنامج رعاية في العالم القروي، وكذلك توفير الدواء، وأنا تكلمت على مسألة الدواء. التواصل بالنسبة لنا مهم لأنه هذا حق دستوري، والوزارة كدير التواصل وتريد من خلال هذا العرض ومن خلالكم أن تطمئن وأن تقول أن الوضعية الوبائية لهذه الإنفلونزا هذه السنة لا يختلف عن السنوات الماضية، نتتبع الأمر ونقوم باللازم. وأشكر الأطقم الطبية والصحية في القطاع العام وفي القطاع الخاص التي هي معبأة اليوم من أجل أن تنزل هذا التخوف. راه مسألة هي مسألة تخوف لا شيء، أما الوضع الوبائي هو عادي. وشكرا لكم. نقيب مجموعة نيابية التقدم والاشتراكية فيما تبقى من الوقت. سيد الوزير، عقلنة هذا التدبير هو الحل الوحيد، والتواصل المستمر في الوقاية وفي الحقائق وليس في المزايدات في الحالات اللي هي تزرع في المواطنين الخوف الجماعي. شكرا. ما كاينش تعقيب اضافي اخر، اذا نعطي الفرصه للسي الوزير لرد على التعقيبات. تفضل سي الوزير. شكرا لكم سيدات النائبات الساده النواب. وزارة الصحة فعلا مسؤولة عن صحة المواطن ومسؤولة عن الصحة العمومية، والتدابير السباقية تخادت، وهذه السنة تحسيس اللي درنا الانفلونزا ما درناش السنوات الماضية، وكان في التلفازة ومازال مستمر في مجموعة القنوات وفي المراكز الصحية دائما كيكون تحسيس عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، وفي القطاع الخاص كذلك هذا العمل كيدار. ربما شعلنا البروجيكتور بزاف هذا العام على الانفلونزا مزيان، حتى شي مشكل، خصنا نتواصلوا اكثر بشكل مستمر، غنزيدوا نديروه. في نهايه هذا الموسم غنخرجوا تقرير، الوزاره غدير واحد التقرير على الانفلونزا ديال هذه السنه، وغيكون عند الجميع وعند المختصين وعند الاعلام باش ما نهولوش. ليس هناك تهويل وليس هناك حاله طوارئ. السياسه المساله ديال باستور تكلمتي عليها، احنا عندنا برنامج ديال البي بي بي يعني الشراكه قطاع عام قطاع خاص، وزاره الماليه اشرت بالايجاب، وراحنا تنقلبوا على شكون هو هذا الشريك باش نبداو نردوا الصناعه ديال لي فاكسان في بلادنا. والامصال كذلك راهو داخل فصل الصيف، ومساله ديال العقارب والافاعي، هادشي كله كنشتغلوا عليه. اللقاح متوفر ووفرناه في الوقت ديالو وزدناه اليوم لانه خفنا ما يكونش شي تخوف بمتوفر، و 60,000 اللي درناها للمهنيين ديال الصحه. اللقاح متوفر، الدواء كذلك متوفر، هذا هو الدور اللي خصها تقوم به وزارة الصحة، وماشي راه الناس اللي عندهم الرماد كياخذوا الدواء فابور. كنعاودوا ناكد الا غيمشي يدير هذاك الدواء المضاد للفيروس راه غياخذوا بالمجان باش ما نبقاوش نقولوا غالي ولا ما غالي. ثم مسألة أخرى هو أنه عندك الحق سيد النائب، الوزارة كتفكر باش تطلق هذا العام واحد البرنامج ديال الأنماط العيش السليم، بغينا نشتغلوا بشكل قوي على مسألة ديال الوقايه في اطار التواصل كذلك، بغينا نديروا واحد العمل الان كذلك مع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه باش القيمين الدينيين يقوموا بدورهم في التربيه الصحيه. الصحه هي مساله ديال الجميع، تكلمتوا على المدرسه، برامج الصحه المدرسيه دارت هذا العام وكتكتف كذلك، فالبرامج ديالنا غدا وكتعبى باش يمكن نقول لك بلادنا في هذا الجانب ديال الامراض المنقوله الامراض الفيروسيه راه هي رائده. شوف ايبولا كيفاش تعاملنا معها في الوقت اللي دول سدات الحدود ديالها وسدات الفضاءات ديالها، حنا خلينا المجال الجوي مفتوح لانه عارفين قدرتنا على التحكم في هذه الامراض، عارفين قدره ديال التدخل، ما يسمى بلا ريبوست، عارفين الامكانيات اللي عندنا. فما نبقاوش نهولوا، اليوم هي واحد المنزله سنويه اللي كتجي كل عام وبدنا نتكلموا في المساله. خصنا نبداو في واحد الوقت نقولوا فيما يتعلق بمجموعه الامراض طبيعه ديال الوفيات، يمكن نقولوها
طبيعه ديال الوفيات في بلادنا ما عندناش نشره كتخرج كل نهار كنقولوا شحال ماتوا بالسرطان وشحال. هذا الشيء خصنا نشتغلوا عليه لانه مهم فيما يتعلق بالاحصائيات واخذ فيما يتعلق باتخاذ القرارات في المجال الصحي. بدينا واحد التجربه على مستوى جهه معينه غنمشيو نعمموها. عدم التوفر على هذه المعطيات هو اللي كيخلينا ما نبقاوش نقولوا شنو هذا السبب وهذا السبب. سبب الوفاه ماشي بسرعه يمكن الانسان يتكلم عليه، كيدار واحد لوديت كلينيك ديالو ديسي، يعني واحد الافتحاص ديال نوعيه الوفاه. ولذلك حتى التصريح على مساله الوفيات ماشي بسرعه لازمه قالت الصحافه قال هذا راه وزاره الصحه غادي تصرح. لا، هناك تاكد على مستوى المختبر المركزي المعتمد من طرف منظمه الصحه العالميه باش يمكن نقولوا الواقع للناس. حنا تنقولوا الواقع للمغاربه ما تنكذبوش عليهم، حنا الشفافيه في وزاره الصحه وفي نفس الوقت تواصل ديال عدم التهويل، تواصل ديال هذه وضعيه عاديه. وراكم كثير تكلمتوا على هذه المساله هذه. اشكركم مره اخرى والسلام عليكم.